عشاق الرياضه، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الرياضه في دقيقه. خوخي فيلدا يكشف عن اللائحه النهائيه للمنتخب المغربي النسوي تحت العشرين سنه. الوداد يتعاقد مع البرازيلي بيدرينيو. ظهير فضال يعلن اعتزالها كره القدم. تشيلسي يضم جواو فيليكس من اتلتيكو مدريد. استدعى خورخي فيلدا مدرب لبؤات الاطلس 21 لاعبه للمشاركه في كاس العالم للسيدات تحت العشرين سنه المنظم في كولومبيا في الفتره ما بين 31 غش و 22 سبتمبر 2024. تتقدمهم المحترفه في صفوف ريال بيتيس الاسباني ياسمين زهير. اللائحه عرفت تواجد اربعه لاعبات من البطوله الاحترافيه. اعلن فريق الوداد الرياضي تعاقده مع اللاعب البرازيلي بيدرينيو احد نجوم فريق كورينتيانس البرازيلي بعقد يمتد لاربع سنوات في انتقال بالمجان، مع الاتفاق على ان يستفيد الفريق البرازيلي من نسبه 20% مستقبل لاي انتقال محتمل للاعب. بيدرينيو يبلغ من العمر 20 سنة، وسبق له تمثيل المنتخب البرازيلي لفئتي أقل من 17 سنة و 19 سنة. الدولي المغربي زهير فضال يعلن اعتزاله لاعب كرة القدم في سن 34 بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية. مسيرة فضال الاحترافية انتهت مع ألانيا سبور التركي السنة الماضية قبل أن يقرر توديع ملاعب كرة القدم قبل انطلاقة الموسم الجديد. تشيلسي الإنجليزي أعلن عن تعاقده مع اللاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي البرتغالي جواو فيليكس بعقد يمتد لسبعة أعوام وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي.